لكن حتى عايزين اليوم اخونا اخونا في الجهه صح رافع سلاح. انا غير البارح تبنى الشيط بن عليها اليوم فينا الساعه 8 بالعبد الله نعزيه باسم الامانه الوطنيه راه مأمنون اليوم نعزيه المجاهد هذا باسمنا سنعزيه اهله من الامانه الوطنيه المجاهدين وحتى وزاره المجاهدين ومديريه المجاهدين وحتى الشؤون الدينيه انا كل ما تعزيه باسمنا نترحموا الرحمه ان شاء الله المجاهد سي عثماني بن عبد الله اللي رئيس القسمه نتاع المجاهدين دائره بن انصاف يا للاسف المرض هذا الخطير اللي مازال بعد كما قال سي الامام من بناءنا اللي مازال ما فهموش هذا المرض هذا ما عطيناهش الاحتياط نتاعو ما عطيناهش الوقايه نتاعو كل واحد يقول لك واش من المرض هذا وهي تموت لنا بالميات حسوميات غير ولايه عين تيموشنت راها اليوم في حمام بوحجر وفي بن انصاف وفي تيموشنت وفي العامريه مديرية حمام بوحجر راها العشرات في ولايه عين تيموشنت وهذا الشيء اللي نطلبوه من عند رب العالمين هذا قدر ما عند ربي قدر الله وما شاء فعل هذا ما تهربوش قدر الله وما شاء فعل هذا قدر الاله نطلبوا ربي يرفع علينا هذا الوباء اللهم امين نطلبوا ربي يرفع علينا هذا الوباء وعلى جميع المسلمين والمسلمات ولماذا كل البشر كل البشر من هذا الوباء هذا ونعزي اهل فقيدنا المجاهد سي عثماني عبد الله اللي خلانا المنصب هذا في قسمة بن انصاف فارغ عندنا كل اللي نديروه في بلاصه نطلبوا له الرحمة والمغفرة إن شاء الله يا رب العالمين وكل من ماتوا بهذا الوباء بهذه الأيام نطلبوا لهم الرحمة والمغفرة ونطلبوا رحمة لمواتنا كل المسلمين والمسلمات إنه مات من السابقين ونحن إن شاء الله من اللاحقين ولا نطول عليكم المجد والخل للشهداء الأبرار وشهداء الواجب الوطني والله يحفظ هذه البلاد آمين لكل سوء الله يحفظ هذه البلاد لكل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.